أعزائنا المشاهدين، قد قلنا لكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عدة من الروايات قد أنذر أمته وأعذرهم عن اتباع الصحابة، وقد أخبر الأمة بأن من الصحابة من يرتدون عن الدين، وإن ارتدادهم لا يكون الارتداد عن ظاهر الإسلام، بل ارتدادهم يكون عن حقيقة الإسلام، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم بأن من الصحابة ما لا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض، وقد أخبر بأن من الصحابة من يتبعون سنن اليهود والنصارى في الخيانة والجفاء إلى الدين الحنيف. فهذه الروايات كثيرة وكثيرة وكثيرة، وبحثنا في المستقبل إن شاء الله العزيز في الليالي القادمة بحول الله تبارك وتعالى هو يكون في تبيين كيف الصحابة وأغلبية هذه الأمة اتبعوا سنن اليهود والنصارى في الخيانة في الدين، وفي إدخال البدعات في الدين، وفي تحريف الشرائع والسنن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة تلكم الروايات التي تصرح بانحراف الصحابة، وهي صريحة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر أمته من الصحابة المنحرفين منهم، هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. وإن هذه الرواية صحيحة، قد رواه جملة من المحدثين بأجود الأسانيد عند الجماعة العمرية، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قابل بين فتنة الصحابة وفتنة الدجال، وقال إن فتنة الدجال أصغر من فتنة الصحابة، وقال إن فتنة الصحابة أخوف على أمته صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة الدجال. أعزائنا المشاهدين، وإن ذلك يكون إن شاء الله حجة على الجميع من المخالفين والمؤالفين، أما قبل ذلك لا بأس باللي ما هو فائدة هذه البحوث وهذه المباحث، فلا بأس أعزائنا المشاهدين أن نريكم إتماما للفائدة وتبيينا لفائدة هذه البحوث، بل كالمثال وكنموذج ما كتب إلينا بعض المخالفين من البلدان العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه وعلى أهل بيته الطاهرين. وهذه الإيميلات والمراسلات كثيرة، أنا أريكم هذا كالنموذج. بالصدفة فقد أثرت على قناة أهل البيت عليهم السلام، حيث أثار أنباهي جدل بين السيد حسن باري، وهو أنا حسن الله ياري، وأحمد شعبان الأزهري، في البداية بحكم جهلي بعقائد الشيئة وفقههم، كنت أنتظر من أحمد شعبان أن يدحض مواقفهم بكل سهولة من خلال الأدلة التي كنت أعتقد أن كتب السنة ملية بها، علما أنه ما كنت أعرفه عن الشيعة هي فرقة ناصرت علي بن أبي طالب عليه السلام ضد معاوية، وأنها فرقة بالغت في حبها لعلي إلى درجة تأليه، يعني جعله إلها سلام الله عليه، بل زعمت أن عليا عليه الصلاة والسلام أعلى مرتبة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله أرسل القرآن
إلى علي عليه السلام، وقام جبرائيل بتحويله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا شيوخنا ومدرستنا في المغرب. هذا هم يعتقدون، أن الشيعة تعتقد أن الجبرائيل خان في إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عليه أن يأتي به إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. لكن المفاجأة والهول الكبير هي أنني سأسمع خلال هذه المناظرة أشياء لم أسمع بها من قبل، ووقائع أعرفها ولكن فهمتها مقلوبة، بل اكتشفت أن الشيخ الذي أنتظر أدلته، يعني محمود شعبان، ينهزم ويستسلم، بل ينط من موضوع إلى موضوع ويحاول الخروج من الورطة التي أوقع فيها نفسه. بعد هذه المناظرة عكفت على مشاهدة هذه القناة، فاكتشفت أنني لم أكن مسلما كما كنت أعتقد، واكتشفت أن سبب ذلك هو أنني ضللت الطريق حين أخذت إسلامي من غير آل البيت رضوان الله عليهم، وقدست المنافقين أمثال أبي بكر وعمر وعائشة ومعاوية، بل اكتشفت أنني كنت غبيا، فكيف أنني أدرس التاريخ على مستوى التعليم الثانوي ولم أنتبه إلى الظلم الذي لحق بآل البيت على يد المنافقين من الصحابة؟ لماذا لم أميز بين فهم العوام وفهم النخبة للتاريخ الإسلامي؟ لماذا لم أبحث من قبل على مراجع المخالفين من المذاهب الأخرى غير المسموح بها في البلاد؟ لهذا كله أشكر كل الشكر أولا الله الذي هداني إلى طريق أهل البيت عليهم السلام، وثانيا أشكر كل الشكر السيد حسن باري، وهو حسن الله ياري، صاحب قناة أهل البيت عليهم السلام، الذي سخره الله لي لأكتشف لي حقيقة ديني والطريق القويم. لكن رغم أنني أسعى إلى منهج أهل البيت عليهم السلام، إلا أنني أجهل الكثير عن عقائد أهل الشيعة، وأرغب منكم جزاكم الله خيرا أن تفيدوني بما يشفي الغليل من الكتب والمقالات والمواقع الألكترونية الهادفة وذات المصادفة الكبيرة، كما أرجو من سيد حسن الله ياري أن يزودني بالمزيد من الأدلة الدامغة من الكتب السنة تخص مطائن أبي بكر وعمر وعائشة، لكي أتمكن من استعمالها كحجج للذين يجادلونني ويشكون فيما أثيره لديهم من الإشكاليات والأسئلة. فبعد ذلك هو يوقع، وهو أستاذ التاريخ والجغرافيا لا أبين اسمه حفظا على عافيته وسلامته، في أحد البلدان العربية، بل في المغرب العربي. إخواننا الأعزاء، هذا هو فائدة هذا الكلام وفائدة الإراءة إلى هذه الأدلة، هو إيقاظ المسلمين من الغفلة من أنهم يتبعون المنافقين من الصحابة الذين حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من اتباعهم ومن طاعتهم. فمن جملة تلكم الروايات أعزائي المشاهدين، هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فتنة الصحابة أخوف من فتنة الدجال، وفتنة الدجال فتنة عظيمة. إن عائشة روت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة الدجال عقيب كل الصلاة الواجبة. هذه هي البخاري لاسم محمد بن إسماعيل البخاري، تبع دار إحياء التراث العربي. في هذا الكتاب إخواننا الأعزاء، في نهاية هذا الكتاب في صفحة 1259، ها هي، بني كتاب الفتن باب ذكر الدجال، رقم الرواية 7129، أن عائشة قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية عندهم. ومن هو الدجال؟ المسيح الدجال، إن العمرية يسمونه غالبا بهذا اللقب المسيح، لأن عينه يكون ممسوحا، لأنه يكون أعور، عين واحد له. وإن الدجال يكون مكتوب على ناصيته كافر. وهذا الدجال أيضا يقال إنه لقبه المسيح لأنه يسيح في البلاد من السياحة، يسيح من بلد إلى بلد بسرعة، فاسمه المسيح الدجال. على كل حال، هذا الدجال الأعور إنهم رووا في سنن ابن ماجه الذي صححه الألباني يدعي الألوهية ومعه كرامات، يعني ليس لا نقدر أن نسميها كرامات، بل عنده غرائب وعجائب من الإحياء والإماتة، وعنده يكون رزقا يرزق الناس برزقه. فأنا أريكم هذا الكلام أولا من سنن ابن ماجه، وبعد ذلك تصحيح الألباني لها. هذا سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الإيراني، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1429 دار الفكر بيروت لبنان. في هذا الكتاب إخواننا الأعزاء، في كتاب الفتن، كتاب الفتن رقم الرواية 4077، إنه لم تكن بل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال: لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله، وهذا فتنة الدجال أعظم الفتن، ولكن أخوف منها فتنة الصحابة، كما نريكم ذلك إن شاء الله. وإن الله لم يبعث نبيا حذر أمته لا إلا حذر أمته من الدجال. وبعد ذلك إنه يصف الدجال فيقول: بلي إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثنى فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، يعني الدجال هو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهو إن الفرق بين الدجال وبين رب العمرية، رب العمرية هو جسم جسماني، وإنهم يلاقونه، وإنه كبشر له رأس وله يدان وله رجلان، يمشي ينزل يجلس يضحك، بل له بطن كبير، ولكن ليس بأعور. فهذا سهولة للعمرية أن الدجال أعور وإن ربهم ليس بأعور. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلى بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما، كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبع فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار، يقطعه بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له رب غيره فيبعثه الله تبارك وتعالى ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله. فهذا فتنة الدجال له كرامات، له أمور عجيبة لا نقدر أن نسميه كرامات، ولكن امتحان وبلاء من الله وابتلاء من الله تبارك وتعالى، لكي ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، امتحانا من الله تبارك وتعالى لتمحيص المؤمن عن غير المؤمن. وهذا هو فتنة الدجال. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية الصحيحة عند الجماعة الأمرية: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال.
قد رواه عدة من مشايخهم وأكابرهم في الحفظ والرواية والدراية، منهم أحمد بن حنبل في مسنده. هذا كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء السادس، تبع دار إحياء التراث العربي، طبع في سنة 1415. في هذا الكتاب إخواننا الأعزاء في مسند حذيفة اليمان صفحة 538 رقم الرواية 12793 بسند مذكور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب ابن جرير حدثنا أبي سمعت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وهذه الرجال كلها ثقات من رجال البخاري ومسلم، وهذه الرواية صحيحة بشرط البخاري ومسلم كما سوف نثبت لكم ذلك. قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. لأنا بلي لام لام التأكيد، أنا مبتدأ، لا فتنة الدجال، هذه الجملة كلها خبر، لام لام التأكيد، فتنة مبتدأ، بلي ومضاف، وبعضكم مضاف إلي، أخوف خبر وفتنة، فتنة بعضكم أخوف عندي، يعني أشد خوفا، إني أخاف أكثر من فتنة بعضكم أنتم من فتنة الدجال. لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. لن ينجو أحد من فتنة دجال، بل لن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. وما صنعت فتنة منذ كانت دنيا صغيرة ولا كبير إلا لفتنة الدجال. إخواننا الأعزاء، هذه الرواية قلنا لكم صحيحة بشرط البخاري ومسلم، وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، انظروا إخواننا الأعزاء، قول أحد كبار محققي الجماعة الأمرية في عصرنا هذا شعيب الأرنؤوط وعادل المرشد، مسند أحمد بن حنبل حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وحلق عليه شعيب الأرنؤوط، جمال عبد اللطيف، عادل المرشد، سعيد اللحام، الجزء 38 طبع مؤسسة الرسالة، طبع في سنة 1421. في هذا الكتاب إخواننا الأعزاء لو نراجع صفحة 534، رقم الرواية في هذا المصدر 23304، عن ابن وائل عن حذيفة بسند مذكور تشاهدون: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. لفتنة بعضكم أو أحسن عندي. إخواننا الأعزاء، هذا هامش رقم ثلاثة، هامش رقم ثلاثة، انظروا، قال هامش رقم ثلاثة: إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، وأفضل الأسانيد عند الجماعة الأمرية وأجودها ما يكون على شرط البخاري وشرط مسلم، وإن روايات البخاري ومسلم ليست دائما بشرطهما، لأن البخاري كثيرا ما لم يراعي شرطه، وكذلك مسلم لم يراعي دائما شرطه، ف
الرواية التي تكون على شرط البخاري ومسلم ربما يكون أجود من الرواية التي اتفق عليه البخاري ومسلم، لأن الرواية التي اتفق عليه البخاري ومسلم بالتخريج ليس من الحتم أن يكون على شرطهما. فإخوتنا الأعزاء، هذه الرواية في غاية الإتقان والجودة من ناحية السند، وأيضا قد رواه الحافظ البزار في البحر الزخار المعروف بمسنده، ها هي البحر الزخار المعروف بمسند البزار تأليف أبي بكر البزار، بلي. الجزء السابع، تبع مكتبة العلوم والحكام المدينة المنورة، طبع في سنة 1415. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 232، طارق بن شهاب عن حذيفة يروي بسند آخر عن طارق بن شهاب عن حذيفة: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الدجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضعوا لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها، والله لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر، بين عينيه كافر. وأيضا بعد ذلك في الصفحة اللاحقة، عبد الله بن عكيم عن حذيفة يروي هذا هي رواية 2808 عن طارق بن شهاب عن حذيفة: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف مني عليكم من فتنة الدجال. بلي. وقد أخرج هذه الرواية الهيثمي في مجمعه وصحح الطريق في مجمع الزوائد، ممن رواه أيضا من كبار الجماعة العمرية هو ابن حبان في صحيحه. صحيح ابن حبان طبع دار الفكر الجزء التاسع منها، طبع سنة 1417 في دار الفكر. في هذا الكتاب أعزائنا المشاهدين في صفحة 232 223 عن حذيفة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الدجال فقال: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، إنها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال، يعني تصغر أمام فتنة الدجال، ولكن فتنة الصحابة أخوف من فتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها، وأنه لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر مهجاة كفرة. فهذا ما رأيتم المشاهدون الأعزاء في تلكم الكتب أن فتنة الدجال هذا شأنه. لاحظوا في هذا الإطار ما رواه مسلم بن حجاج النيسابوري الإيراني في صحيحه، هذا صحيح مسلم
للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1432، دار الفكر بيروت. في كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم الرواية 7267، بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفعه، خفض فيه ورفعه، ربما المقصود منها الصوت، خفض صوته وبعد ذلك رفع الصوت، وربما المقصود منه إنه خفض الدجال ورفع الدجال. خفض الدجال يعني لعنه وحقره وبين أنه من أسفل السافلين، ورفع يعني بين لهم خطير شأن الدجال وخطير الابتلاء بالدجال. حتى ظنناه في طائفة النخيل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طائفئة، كأنه أشبهه بعبد العزى ابن قطن. على كل حال، في هذه الرواية أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هناك فتنة غير فتنة الدجال، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على الصحابة أكثر بالنسبة إلى ذلك الفتنة من فتنة الدجال. لاحظوا ما قال النووي في شرحه لهذا الحديث، ربما ليس عند النووي بل مطلب مفيد في هذا الباب، ولكن لا بأس بأنه هو شرحه من أفضل الشروح لصحيح مسلم. هذا كتاب شرح مسلم بشرح يحيى النووي، الجزء 17، طبع دار الفكر في سنة 1429، دار الفكر صفحة 3386. ما معنى لفتنة الدجال أخوف؟ بلي عندي من لفتنة بعضكم أخوف من فتنة الدجال، أو بل غير الدجال أخوفني عليكم. قال أظهر هذه المعاني أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم، ثم حذف المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. معناه أن الأشياء التي أخاف على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون. والثاني أن يكون أخوف من أخافه، بمعنى خوف، ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم. والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة، كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر، وخوف فلان أخوف من خوفك، وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم.
على كل حال إخواننا الأعزاء، إن المعنى واضح. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بالقول الصريح في الحديث الصحيح عند الجماعة العمرية: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. من هؤلاء الذين فتنتهم أخوف من فتنة الدجال؟ أعزائنا المشاهدين، إذا نقارن هذه الرواية مع روايات أخرى الصحيحة عند القوم، فيثبت لنا من هم بأعيانهم هؤلاء الذين الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتنة بعضكم أخوف من فتنة الدجال. من هم؟ إن هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا للصحابة، لا شك في ذلك. أنا وأنت لم نكن موجودين آنذاك. لأنا لفتنة بعضكم عندي أخوف من فتنة الدجال. هذا الكلام صريح بأن هذه الفتنة يكون من المخاطبين من هؤلاء الجمع، ليس كلهم ولكن بعضهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف من فتنتهم أكثر مما يخاف من فتنة الدجال، وهذا يدل على أن فتنتهم أخطر، وإن ضرره للدين أكبر، وإن الضلالة فيها أكبر من فتنة الدجال. علينا أن نفهم من هؤلاء الصحابة. هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر خطابا للصحابة، وبالتحقيق يشمل الصحابة. فهؤلاء فتنة بعضهم أكبر وأخطر وأخوف من فتنة الدجال. من هم بأعيانهم؟ أعزائنا المشاهدين، إن الروايات بعضها يفسر بعضها. قد روى حافظ الجماعة الأمرية الشوكاني في الفيض القدير والمناوي في التيسير، وقد صححه الألباني. فأنا أريكم أولا تصحيح الألباني، وبعد ذلك ما إن أردتم أو بقي المجال قول البلي أش قول هؤلاء المناوي والشوكاني. هذا كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، تأليف محمد ناصر الدين الألباني. والجامع الصغير من أخبار البشير النذير هو للسيوطي، إن السيوطي من أكبر المحققين عند الجماعة الأمرية، وله تأليفات كثيرة وكثيرة وكثيرة. هذا الكتاب، بل إن الألباني قد شرح الروايات في الجامع الصغير للسيوطي، وقد بل على حسب ادعائه فقد صحها البعض وضعف البعض. صحيح الجامع الصغير، تبع المكتب الإسلامي في سنة 1408 في بيروت. في هذا الكتاب مع أعزائنا المشاهدين لو نراجع صفحة 525، عفوا صفحة 464. غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فمن هم غير الدجال؟ الأئمة المضلون. قال صحيح، قال هذه الرواية صحيحة. غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. فثبت ماذا إخواننا الأعزاء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال،
ثبت أن ذلك البعض الذين وصلوا إلى مرتبة الإمامة والرياسة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هؤلاء إلا أبو بكر وعمر وعثمان من الصحابة ومعاوية من الصحابة، لم يصل إلى مرتبة الحكم والرياسة على المسلمين إلا هؤلاء النفر من الصحابة ومروان بن الحكم. مروان بن الحكم أيضا إنهم وصفوه بأنه من الأصحاب. فهؤلاء أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية ومروان بن الحكم من الصحابة الذين وصلوا مرتبة بلي. فثبت إخواننا العزاء والمشاهدين العزاء، لفتنة بعضكم أخوف من فتنة الدجال، هؤلاء الذين وصلوا إلى مرتبة الإمامة والخلافة بعد رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح الأئمة المضلون. هذا كتاب فيض القدير للعلامة المناوي. فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوي، الجزء الرابع، طبع مكتبة مصر. في هذا الكتاب أعزائنا المشاهدين خمسة آلاف سبعمائة واثنين وثمانين غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون، رواه عن أبي ذر وصححه، والرواية صحيحة. يقول بلي غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، ظاهر اللفظ يدل على أن غير الدجال هو المخاف، وليس معنى الحديث هذا، إنما معناه إني أخاف على أمتي من غير الدجال أكثر من خوفي من الدجال. فعليه يكون فيه تأويلان، أحدهما أن غير مبتدأ وأخوف خبر مبتدأ محذوف، أي غير معناه غير الدجال أنا أخوف على أمتي منه. الثاني أن يكون أخوف على النسب، أي على النسب، على النسب، أي غير الدجال ذو خوف شديد على أمتي، كما تقول فلانة طالق، أي ذات طالق. بل والأئمة المضلين على كل حال يتحدث عن إعرابه ولا شغل لنا بذلك. وبعد ذلك يقول بلي، فإخواننا الأعزاء هذا رأيتم أقوال علمائهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية قال أنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، وبعد ذلك في الرواية الأخرى غير الدجال أخوف من عندي بلي من الدجال الأئمة المضلون. فثبت أن هؤلاء البعض الذين فتنتهم أكبر وأخوف من فتنة الدجال أن هؤلاء الصحابة الذين وصلوا إلى الحكم وإلى الإمام، ولم يصل إلى مرتبة الإمامة من الصحابة إلا أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ومروان بن الحكم، فإن هؤلاء فتنتهم، والتحقيق هذا في التاريخ إذا أردتم. أما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ماذا لو سألنا أحد هو أيضا وصل إلى مرتبة الإمامة، فنقول إن أمير المؤمنين عليه السلام مزكى عندنا وعندكم، إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مزكى عندنا وعندكم، وأنه مطهر بآية التطهير، فإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مرتبته أعلى، فهذا متفق عليه بين الفريقين، والمتفق عليه ليس كالمختلف فيه. هذا ثبت عندنا وعندكم إخواننا الأعزاء في هذا الإطار. بارك الله فيكم، والله يرفع قدركم ويحفظكم، وأن هذه الليالي ليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بأن نقدم إليكم، بل يجب علينا أن نقدم إليكم بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أقدم إليكم فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مما تثبت أن هؤلاء الأئمة المضلون كانوا من الصحابة، هو
قول أنس في البخاري، قول أنس في البخاري هذا كتاب البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري تبع دار إحياء التراث العربي، طبع سنة 1422. في هذا الكتاب كتاب مواقيت الصلاة، باب التضييع الصلاة عن وقتها، رقم الرواية 529، عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على أهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ فهذا صريح إن في أحد الصحابة، إن جميع الأمور في الدين قد تغيرت. وقول أنس، وهذا الرواية رواية البخاري، وهم مجمعون على صحة جميع روايات البخاري، أنه كل أركان الدين العمرية في زمن الصحابة تغيرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيرت، وحتى الصلاة فتغيرت ليس على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعرف شيئا مما كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمر تغيرت. قالوا الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، وهذه الصلاة قد ضيعت. فأعزائنا المشاهدين، إن البخاري قد دلس وجاء في باب تضييع الصلاة عن وقتها، والرواية أجنبية عن التضييع في الوقت، الرواية صريحة بأن كل شيء دخل تغيرت، وإن المحدثات والبدعات قد أدخلت في الدين، وإن الشرائع قد حرفت. هذا معنى الرواية. وهذا متى حصل هذا الأمر؟ في زمن أنس ابن مالك. وليس هذا القول إن بلي إن أنس يبكي، أنس يبكي بعن بلي لأن إنهم ضيعوا وقت الصلاة، ليس مراد ذلك، لأن المسلمين أبدا ما كانوا يضيعون وقت الصلاة، دائما في مساجد المسلمين، سواء في عصر الصحابة في حتى في عصر يزيد، كانوا يصلون الصلوات في أوقاتها. إن بكاء أنس بن مالك لا يمكن أن يكون على أنه بل يضيعوا الصلوات عن أوقاتها، بل بكاؤه على المحدثات في الدين بأن كل شيء تغيرت. فهذا صريح أن هؤلاء الأئمة المضلون من الصحابة، لأن أنس بن مالك عاش في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء من الصحابة الذين وصلوا إلى مرتبة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.